والله حركة شوي شوي، حركة بس، تحرك تحرك حركة معنا. هذه أول بداية، تبي أشوف عنه بس. هاي بيجي قدمها عنده. بس. دقيقة بس. انتبه انتبه، خلنا نوريك حاجة بس. هلا ممتاز. انتبه تبغى يطلع عليها الحين. هذا ايش يسوي معها؟ بس دقيقة في تيب طريقة تصوير، وقف تصوير عادي. الحين هذه عاد ربطت طريقة بطل شو طريقة الحمل، شوفون السور. خلها واقف خلها واقف، ايوه شوف شلون، شوفون شلون. ها 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 كفى خيوط. بس ممتاز ممتاز ممتاز. لحظه جيب 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 قرب 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 الحين جيبها عندي الحين يعرف، لانه ما يعرف حتى شكلها ما اعرف. شفت التصوير اول شلون، الحين عاد باذن الله يعرف كأنه أكل منها. هذا الطريقة بعد الله، شفتوا شلون أول شيء جبت حتى راسه حطيت من رجلينه مو يمها بتصير اللي شفتوه. هذا الثاني أمر للطير اللي نفس هذا بإذن الله مثلا عينه كم يوم، بكرة راح أسوي معه حركة قبل شوي ما طمر راح أسوي شنو الطريقة هذه كم يوم بإذن الله إلا يدعمها. بس هذا اللي بيعمل عندكم الطريقة هذه، ان الطير يشوف كانه قاعد ياكل من عندها البهيمه هذه. حتى الراس يا ما اقول لكم يحفظ، ترى الحفظ سبحان الله، هذا ما شافه نهائيا ترى. الله يبارك فيه. آخر ما شفت ثابت، أمسك ثبت أمسك. الحين آخر ما شاف، ما يتفرع إلا بكرة بإذن الله على البطة نفسها. طبعا عطيته نص ونص على قولتهم، مو عاد أكرمه لا ما أكرمه، أنا قاعد أعلم الحين. طيب هذا جاني مداوس بس ما يبي شيء، رجال إلا مداوس يطير ومعلم على من واحد رجال الله يبارك له، ولكن مداوس. بكره تشوفون باذن الله عينه حلقه جديده على قولتهم. السلام عليكم، يا مرحبا الله بغالي الله يحييهم. علومك مساك طيبين. الاجواء اليوم يا بيلا هدد هدد هدد، الله يوفق جلوسي يا رب. التصوير اللي ارسلته الحين ركزوا على كلامي، ترى قعدت كم يوم اطبق الطريقه اللي شفتوها بالفيديو، ما صورت، قلت ابي لا صارت فائده شنو نصور. ركزوا
الحين قعدت والله اني ناسي بالضبط، وصلني طير والله عندي تاريخ بالملاحظة متى وصلني بالضبط، قاعد عندي اسبوع ضبط الطير، سبع ايام ضبط. الطير كان يصيح هو خوفه، المهم انه يعني تجرأ فضل رب العالمين. ثاني يوم نفس السؤال بالضبط، بأسمع الكلمة هذه وركز على كلمتي. ثاني يوم وريته من غير نسور، ما حطيت نسور على رقبة البطة، ما طمر برقع على طول ونسر ضبط الأمور وطمر عليها وعلف على ظهرها. ثالث يوم رابع يوم تقريبا والله بالضبط ما يثبت، فضل رب العالمين فضل الله يعني استهد، يمكن والله بالضبط ما يثبت، يمكن ربع يوم خامس يوم والله بالضبط ما يثبت بالضبط. المهم اني سويت معاه استهد، عزلته مستانس، طقيته برقع وصورت الرعية والله عشانك ما راح انشر لين خلص مرة واحدة. اني اسبوعين اقعد الطير يعني عندي، الله يبارك الرعية، اسبوع فضل الله ارجع قال باخذه، قلت ثبت اللي تامر عليه والله، وجاء واخذه الله يبارك له. ولزي تصوير راح ادزلكم اياه، هو هد على بطة مطلع طلوع، يا رب الله يبارك له، هذا اقدر اقول يطعم صيده. بس طبق اللي قاعد اسويه باذن الله تعالى معينه، والله ما ابي بنفعكم الا ما عند الله، لا ابي فلوس ولا ابي شيء، الله اعلم بنيتي، انا ابي انفعكم بشي، ما بك تحتاجون احد، اللي قادر يسوي ويطبق والامور طيبه ترى. الله يوفقني يا اسلم، تابعوا وشوفوا الفوائد بعد الله، الله ينفع فينا. خلا واقفه ايوه هو هو ها هو هو ماسك شوف ماسك ترى ماسكني أنا فاكر هو ها هو ها كفو حط الحلة ممتاز 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 الله لا يضره ممتاز ترى هذا المهد الثاني يعني الله لا يضره عشانك والله صورت ولا ما أصور على طول المفروض إني أعرفه على طول بس والناس كذا لله يوم سألتني عن طيرك ترى صار له يمكن ثلاث أيام أو أربع أيام تقريبا والله بطلت يثبت الحامة مرقبتها بالطريقة اللي يعني كم واحد قال ما تصير ما يتعلم الطير لا بالله علمنا من فضل الله وهذا آخر طير علمته بإذن الله الأمور طيبة امشوا علي أقولها بإذن الله وما فيه إلا كل خير والله ثاني ما هذا بنفس الوقت اللهم لك الحمد والشكر خلاص طير يعني يتطبع على الشيء اللي يعرف ان هذه لا جاها ياكل خلاص هو جاي ماسك شنو رقبه سبحان الله ليش؟ لان رابطها برقبه ها الطير الثاني هذا اللي كان ما يجيها نهائيا روح الله لا يضرك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن شوف 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 صور 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 الله يضره ما شاء الله ما شاء الله الكريم ما شاء الله عيونك عينه وين عليها مهم ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك هاي ها 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 هاي ها 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 تعال 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 الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذه فوائد بعد الله بعد الله يعني انسور اللي على رقبه يا ربعنا ترى يمكن اربع ايام او خمس ايام الطير هذا ما يشوف الا انسور هنا شفت هو مهد الله يضره وثاني مهد يمكن ثانيه صورناه
صورناه الله يضره. اليوم اول يوم يطقطقها، ترى اليوم اول يوم طلق كله با الخيط البكره. سنة عندي باذن الله بعد الله اني عارف انه بيجيها خلاص، ما مننا باذن الله بيجيها اول يوم. بعد شوي مسافه عن امس، بكره بطلع عليها زياده ان جاها عاد اغير للصيد الثانيه اللي بعلم عليها. الله يوفقني ياكل جلسه يا رب. السلام عليكم ابو مشلح، بيض الله وجهك وما قصرت، والله يرحم والدينك عساك للجنه، وبيض الله وجهك وما قصرت والله، مثل ما فرحتني الله يبيض وجهك. الحمد لله اليوم مريت البطه بالمسافه اللي قلت لي عنها، وجاها صامل وطقها علق فيها ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبيض وجهك وما قصرت والله، يكثر من امثالك ومشكور ويعطيك العافية. أقبل ما نجيب لك على طيور ثانية الله يبيض وجهك. وعليكم السلام، كاتي يا الغلا، الله يفرحك يا الله ويحفظك، يجعلنا نحصل ظنك الفضل لله، والله أول وآخر هو اللي وفقنا الشيء هذا. أسأل الله يبارك لك يا رب، يطعمك صيد بإذن الله. هذا ما شاء الله أموره طيبة الطير، الله لا يضره، الله يبارك لك فيه أبد، والله كلي لك يا حبيبي، كلي لك يا حبيبي أنت.